اضطرت الدولة اضطرارا إلى اللجوء إليها لمواجهة مخاطر جسيمة محدقة بالبلاد وتداعيات خطيرة تهدد كيان الدولة السودانية. يتمثل هذه المخاطر في ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني، تهريب للنقد الأجنبي والذهب إلى خارج البلاد كميات مهولة، وسرقة في وضح النهار لغوت الشعب وكده وعرقه. هذا علاوة على الفساد المالي والإداري الممنهج ومعاملات مصرفية مريبة. طالت عمليات الاستيراد والتصدير والحصول على أموال عامة عبر تعاقدات مشبوهة واستغلال للوظيفة العامة للإسراء غير المشروع والكسب الحرام.